للمزيد حول هذا الموضوع نتابع توضيحات الكاتب والصحفي المختص في الشؤون الأمريكية طلحة جبريل من الرباط. التهم الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب ممكن عقوباتها تصل إلى حتى 30 سنة، 20 سنة، 10 سنوات وهكذا. الإشكال الأساس في هذا الموضوع أنه التهمة الأساسية التي أعتقد بأنها يعني ستكون مسألة صعبة، وهي عرقلة الوصول المباحث الفيدرالية إلى الوثائق السرية قدرت بحوالي أزيد من 100 وثيقة سرية. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أنه هذه التهم ممكن أن تحدد لها أو يرجح أن تحدد لها موعد ليمثل أمام المحكمة في ماي العام المقبل، وهذا يعني التالي: نحن نعرف بأنه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تبدأ عملية اختيار ممثلي الحزبين الأساسيين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ابتداء من فبراير وتمتد حتى أغسطس. إذن في هذه الفترة إذا كانت هناك جلسات محاكم ومتابعة وما إلى ذلك، بالتأكيد لا يستطيع دونالد ترامب أن أولاً أن يقود حملة انتخابية لفترة طويلة 6 أشهر، وبالتالي تصبح حظوظه ضئيلة جدا في الترشح إذا كان تأكد بأنه سيمثل أمام المحكمة كما أشارت بعض الأخبار في شهر مايو من العام المقبل.